الفلسطينيين اللي في أوروبا وأمريكا اللي بيتظاهروا قدام القنصلية والسفارة المصرية وبيهاجموا الرئيس المصري والجيش المصري. يا حبيبي أنت عدوك اسمه إسرائيل مش مصر. لو أنت عندك مشاكل نفسية ضد مصر روح عالج نفسك. أنا مش فاهم، يعني أنتوا أصلاً رحتوا أمريكا وأوروبا عشان معاكوا الجنسية الإسرائيلية والباسبور الإسرائيلي، وخدت الجنسية الأمريكية أو الكندية أو الإنجليزية وبرضو محتفظ بالجنسية الإسرائيلية، يعني مش حاجة غصب عنك، لا بمزاجك، وطلع تهاجم مصر. لا فخلي بالكوا، مش كل فلسطيني حد يعني تصدقه، في ناس ليها أجندات وفي ناس قاعدة بتشتغل في شركات إسرائيلية وقاعدين جوه إسرائيل في تل أبيب بياكلوا ويشربوا معاهم، وفي ناس برة معاهم جنسية إسرائيلية، وأنا شفت واتكلمت مع ناس اتصدمت. فما تصدقوش كل حاجة. يعني كمية المظاهرات الفلسطينيين نزلوها في أوروبا وأمريكا أنا مش يعني ما نزلتش معاهم. ليه بقى؟ في حاجة غلط. لما أنت بتهاجم مصر عشان عايز مصر تفتح الحدود عشان أهل غزة يروحوا سيناء، يبقى أنت مع إسرائيل مش مع فلسطين، يبقى أنت ضد مصر. واللي ضد مصر ياخد بالجزمة، سواء كان فلسطيني أو عربي أو أمريكي أو أي حد. تمام؟ تاني، ملايين من الفلسطينيين معاهم جنسية إسرائيلية ومعاهم باسبور إسرائيلي، وعشان كده بيسافروا ويروحوا ييجوا. فما يعني اوزن الموضوع وشوف انت بتتكلم مع مين. لما يهاجم بلدك ما تقعدش ساكت لانه ليه اجندة. شعب غزة الموجود في غزة بيعشقوا مصر، وتلاقي فيهم اهلوية وزملكاوية ويتفرجوا على افلام مصرية ويناسبوا مصريين ويتجوزوا مصريات ومصريين يتجوزوا سيدات من هناك، وفي نسب وفي حب. لكن اللي برا فلسطين تشوف ده جاي منين، وخصوصا اللي في اوروبا وامريكا وكندا واستراليا، لانهم معاهم باسبورتات وجنسيه اسرائيليه. واحد رضي على نفسه يبقى اسرائيلي وخد جنسيه امريكيه او انجليزيه وبرضه عايز يبقى اسرائيلي، ولما بيسافر بيروح على تل ابيب مش بيطلع على غزه. اللي يهاجم مصر منكو تاني وينزل مظاهرات ويهين ويحاول ان هو يهاجم الجيش المصري او الرئيس المصري هياخد بالجزمة، هياخد بالجزمة. وبقول للمصريين اوعى ثقتك في بلدك تروح، هما اللي عندهم المشكلة مش انت. سلام.